أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو تعرفوا على الشابة زينة مرعبي، أم لثلاث أطفال، التي توفيت مع الفنان الراحل جورج الراسي، ونجوم الفن يودعون بكلمات مبكية. أهلا بكم. راجت العديد من التساؤلات حول هوية الشابة زينة المرعبي التي توفيت مع الفنان اللبناني جورج الراسي فجر السبت أثر تعرضهما لحد التصادم مروع على الحدود اللبنانية السورية خلال عودتهما من حفل غنائي أحياه الفنان في دمشق مساء الجمعة. الشابة زينة المرعبي من مواليد عام 84 في مدينة طرابلس اللبنانية، وهي متزوجة ولديها ثلاثة بنات، وهي صديقة مقربة من الفنان جورج الراسي. وأضافت المعلومات بأن زينة المرعبي ظهرت مع جورج الراسي في أكثر من مناسبة، وتقوم بتنظيم أعمالها الفنية، وما يجمعهما مجرد صداقة فقط. وتم نشر جواز سفر الخاص بزينة المرعبي والذي وثق المعلومات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأثارت صورة زينة المرعبي حالة حزن كبيرة عند الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور تداولها، خاصة وأنها تركت ثلاث بنات لها، حيث ظهرت معهن خلال الاحتفال بإحدى المناسبات. فعلقت متابعة: بكتني الصورة رغم أنه ما بعرف زينة، تركت ثلاث وردات ورحلت، ربنا يصبر عائلتها ويلطب بالبنات. وأضافت أخرى: حالة بكاء غير طبيعية بتنتابني بعد ما شفت صورة زينة وبناتها الثلاث، ماتت وهن هلا موجوعين ناطرين أمهم لترجع، ماتت وهن نايمات على الخمسة الفجر. وأضافت: عشان لما يصحوا بيكونوا ناطرين مكالمتها أو تفاجئهم بعودتها للبنت الصبح. قصص عم بتدور في راسي عن مشاهد مؤثرة. وكان الوسط الفني في لبنان وسوريا وكذلك الجمهور قد فجعوا بوفاة الفنان جورج الراسي أثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق دولي في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا. وبحسب المعلومات المنقولة أن جورج الراسي نام وهو يقود السيارة قادما عبر الحدود السورية، ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع ووفاته على الفور هو والشابة التي كانت برفقته. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات. وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني صباح السبت عبر تويتر عن سقوط قتيلين جرى اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية البقاع. ولم يحدد الدفاع المدني اللبناني في تغريدته هوية الضحيتين، مشيرا إلى أن عناصره استعانوا بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية نظرا إلى تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث. وفيما أعلنت وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن جورج الراسي البالغ من العمر 39 عاما توفي أثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في المنطقة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية بينما كان قادما من الحدود السورية. وعبر عدد من نجوم الفن والمشاهير عن رحيل الفنان جورج الراسي، والبداية من جورج وسوف: شوف هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكير يا جورج، الله يصبر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يلي كانت برفقته، خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي. والفنانة كارول سماحة: شو هالخبر القاسي اليوم، الله يرحم شبابك يا جورج، والله يصبر أهلك على خسارتك، قلبي وفكري معك يا نادين، الله يعطيك القوة تتخطي هالوجع، الله يرحمه. والفنانة يارا غردت: شو هالخبر المحزن القاسي اللي بوجع القلب،
الله يرحمهم جورج الراسي وتكون نفسهم بالسماء ويصبر عيلتهم يا رب. وغردت أليسا الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث سير اللي عم تسري خير الشبابنا. نفسه بالسماء يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين الراسي. وغردت الفنانة مادلين مطر صديقة الفنان جورج الراسي ما بعرف شو بدي يقول، الله يرحمك ويغفر لك ومصدومة كتير يا ضيعان الشباب، الحياة كانت كتير بتلبق لك. تعزينا الحارة للممثلة نادين الراسي والعائلة الكريمة. وغرد الفنان باسم مغنية جورج الراسي ضيعان شبابك بكرت عزائي للصديقة نادين الراسي وعائلتها الكريمة، الله يصبركم. وغرد جورع تعزينا نادين الراسي الله يصبر قلبك بوفاة أخوها جورج الراسي بحادث سير مرعب على طريق المصنع، إن لله وإنا إليه راجعون. ودليدة خليل ما بشاح الخبر جورج الراسي الله يرحمك ويصبر أهلك، عزيزي الحال للصديقة نادين الراسي وكل المحبين. وأسامة أمير استيقظت الآن على خبر مؤلم جدا برحيل الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع، أتقدم بحر التعازي من عائلة الفنان جورج الراسي ومن صديقتنا وحبيبتنا نادين الراسي على مصابهم الأليم والموجع، راجين من الله أن يدخله فسيح جناته. وفي نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.